السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كل شيء مزيان؟ ايه والحمد لله. المهم البنات، اليوم جيت نشارك معاكم الملوي ديالي بطريقه غزاله البنات. المهم جربوا هذا الملوي، راه زوين وكيجي مقرمل البنات. هانتوما البنات كي كيجي مقرمل وكيجي غزال، جربوه ما تندموش عليه البنات. هانتوما باقي سخون، هانتوما البنات كيجي بهذه الطريقه هذه كيجي زوين. هانتوما البنات كيجي زوين، كيجي داير من الداخل بحال الشكل ديال الكرواسون. والبنات كنقدموا معاه العسل، انا كنحط معاه العسل. المهم اللي بغى شي حاجه راه كيديرها. المهم البنات، الى عجبكم الفيديو ديالي دعموا القناه ديالي وديروا لي جيم ولي لايك. شكرا بزاف البنات، الله يحفظكم البنات. الملوي ديالنا هو هذا، غنستعملوا فيه طحين الفرصه البنات، حاجه مزيانه. نص كيلو ونص كيلو ديال الفينو، طحين الفينو ها كيكون على شكل السميد الرقيق. تنديروا معاه البنات قبيصه الملح، ومن هاد الفينو البنات كنحيدوا واحد شويه في هاد الجبانيه. هيا البنات، هذا غنقول لكم في الاخر اش غنديروا به. هاد الفينو اللي حيدنا او الدقيق الاصفر. المهم البنات كنديروا قبيصه الملح، الملح حسب الذوق، وتندلكوا هاد العجينه مزيان مزيان البنات. تندلكوها بالماء الدافي، تندلكوها مزيان وتنخليوها ترتاح واحد ربع ساعه. المهم تندلكوها مزيان البنات. هانتوما البنات العجينه كنبقاو ندلكو فيها على هاد الحل. المهم البنات، ملي دلكنا العجينه ديالنا مزيان خليناها ارتاحت واحد ربع ساعه. من بعد تاني كنعاودو نقطعوها ككويرات على هذا الشكل البنات، كتجي هكا. كنخليها واحد ربع ساعه تطلق مزيان باش يجينا الملوي ديالنا رطب وزوين وهشيش. ضروري العجينه تطلق. المهم هذه المرحله الثانيه في هذه العجينه البنات. المهم البنات، هذه المرحله الثانيه لهاد الملوي. المهم هاد الكويرات اللي كانوا بحال هكا كنديروهم طوال هكا على شكل باريزيان، وكندهنوا عليهم بالزيت البنات، وكنخليهم تاني نغطيهم ونخليهم واحد ربع ساعه عاوتاني البنات. فهمتوا؟ ما حدهم تيطلقوا، ما حدو تيطلق هو تيطوع، كيعطي كيسهل علينا الخدمه. صافي البنات، الزيت باش كنخدموا دابا هاد الكره الاخرى بحال هكا البنات، ما عرفتش نفيل مال البنات ونخدم. كنديروها بحال هكا البنات، بحال الشكل ديال الفقاس بحال هكا البنات. كنديروها هكا شكل طولي. صافي البنات، ونخليوها ترتاح حتى هي، ونديروهم في هادو، نغطوهم بالسلوفان في البلاطو ونغطوهم بالسلوفان مده واحد ربع ساعه، ونعاودو نرجعو ليهم البنات، نعاودو نخدموهم الخدمه الثالثه. ديرو البنات الزبدة بحال هكا، صافي البنات كنبقاو نروليو بحال هكا في هاد الملوية. هانتوما البنات، الى جاتكم الزبده باقا بارده ديروها في دوبوها. مع دابا الحال بارد، البنات كنبقاو ندخلها بحال هكا في الملوي كلها. المهم
كنديروا الطحين كنبقاو نلويه بحال هكا البنات. كنجبدوا بحال هكا البنات. شويه الزيت ديال الزبده ديالنا. ندير شويه طحين. هانتوما البنات كندير هاد الزبده الصفراء الصفراء كتكون زوينه هاد الزبده. مكنديرش ديال البواطه ديال هاد الصفراء كتجيبو زوين. صافي البنات ونخليوها بحال هكا ونخليها ترتاح. خليها ترتاح واحد ربع ساعه وثاني كلهم نصيبو هما البنات نجيبو نصيبو بحال هكا ونخليهم يرتاحوا ومن بعد نرجع معكم البنات. هانتوما البنات من بعد كملتهم هما خليتهم يرتاحوا. سمحوا لي البنات راه بغيت نكمل معكم ولكن ما لقيتش كيفاش ندير الفيلمي ونخدم. المهم هذه هي الطريقه بحال هكا كيجيو كنزيدو ونخليهم يرتاحوا. المهم البنات ها هو الملوي ديالنا غنديرو ليه بحال هكا بهذه الطريقه. نديرو ليه بحال هكا البنات ونعاود ثاني نخليوه يرتاح بهذه الطريقه بحال هكا. ها هو دابا مرولي بحال هكا نديرو ليه بحال هكا البنات. ونعاودو نخليه يرتاح. هو باش مرتاح كيجي زوين. هانتوما البنات الملوي ديالنا كيطكم اللي كيطيب. هانتوما البنات شوفوا كي كيجي كيجي بحال هكا البنات هكا كيجي مرق البنات. سمحوا لي البنات راه كندير باش مع سخون. هانتوما البنات راه كيجي روعه منه البنات كيجي زوين مرق. كنبقاو نقابلو بحال هكا في المقله. بلاتي البنات غنعاود معكم واحده اخرى. هانتوما البنات بحال هكا وكنبقاو نضربو الوسط البنات بحال كنضرب. المهم انا نقول لكم الطريقه اللي غتخليكم يجيكم ناجح اللي غتخليه يجي ناجح بحال هكا البنات. سمحوا لي البنات على الصداع ديال المقله راه كنبقى ندورها كدور. المهم كندورو هكا مزيان البنات بيدينا كنضغط هكا البنات كنجيبو لهنا وكنمشيو لهنا بحال هكا ما نديروش ليه خدمه البطاط بحال هكا البنات باش يبقاو لينا دوك الدورات دايرين كيجيو من الوسط البنات. المهم انا غنقول لكم الطريقه اللي كتجيبو ناجح. هانتوما البنات اللهم بارك كيجي مرق وزوين ومقرمش البنات.